وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من عدن مراسل القاهرة الإخبارية إياد الموسمي. أهلا بك إياد معنا، ولو تطلعنا على مزيد من التفاصيل حول استهداف الحوثيين لهذه السفن المتوجهة إلى إسرائيل. مساء الخير. في الواقع أن الأهداف تتجه نحو مزيد من التصعيد، ولكن من خلال تزايد عدد الهجمات الحوثية على السفن في البحر وفق إعلان الجماعة، والذي يقابله أيضا تصعيد متزايد في عدد القارات الأمريكية والبريطانية على مواقعهم في الحديدة قرب البلاد. عمليات اعتراض المسيرات والصواريخ الحوثية في البحر الأحمر من قبل القطع الحربية الأمريكية في البحر لا زالت موجودة، ومن خلال البيانات فإن الجماعة أعلنت حقيقة عن استهداف خلال اليومين الماضيين استهداف أكثر من 9 سفن بالإضافة إلى 3 سفن استهدفتها أمس. اليوم أعلنت عن استهداف 6 سفن، لكن التدخل الأمريكي حقيقة يحظر من خلال شن طائرات مكثفة على مواقع الجماعة في الحديدة. الأمس كان هناك عدد من الطائرات على مواقع مختلفة في المدينة الساحلية، حيث تجاوزت أكثر من 10 طائرات على مواقع الحوثيين. العمليات الحوثية وفق بياناتهم كانت يعني عبر الطائرات المسيرة والصواريخ البحرية، كما تحدثت أنها أطلقتها باتجاه البحر الأحمر والبحر العربي وأيضا البحر المتوسط لاستهداف سفينة واحدة، وهذا بحسب الجماعة قالت أنها ضمن مرحلة التصعيد الرابعة. وبالنظر إلى تلك الهجمات وتأثيرها، تقارير تؤكد أنها أصيبت سفينة واحدة فقط بشكل مباشر، وهي السفينة أمبيلاكس، وهي سفينة يونانية ترفع علم مارشال وعلمتها بحارة من الفلبين. أكدت الخارجية الفلبينية أنهم بسلام وأن السفينة واصلت عبورها إلى ميناء الاتصال القادم. نعم. أيضا الشركات الأمنية الشركات الأمنية تؤكد هذه الحادث تعرض هذه السفينة فقط لحادث مباشر، بينما بقيت حقيقة لم تورد تقارير مؤكدة بشأن تعرضها لأضرار سوى إعلان الحوثيون أنهم مستمرون. شكرا لك، شكرا جزيلا مراسل القاهرة الإخبارية إياد الموسمي، شكرا جزيلا.